بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات. هنا القطعة الأولانية، دون كلوب في النادي فريدة بتقول سالي سافا، أهلا عاملين إيه؟ فردت روز قالت لها سافا سوبر بيان كيسي، من هذه؟ فريدة قالت سي فاطمة، إنها فاطمة إن فوازين دو كارتيير، جارة من الحي. روز ردت عليها قالت لها كيلاج ألا، ما عمرها؟ على سيزون، عندها 16 سنة، كموا مثلي. ده فريدة اللي بتقول على مين؟ على صديقتها مين؟ فاطمة. إيه سيكي، ومن هذه؟ روز ردت قالت لها سي ناتيلي، إنها ناتيلي إن كاميغات دو كلاس، صديقة من الفصل، على 17 سنة، عندها 17 سنة، إلا بيتا باري، وتسكن في باريس. ففريدة ردت قالت لها أنشانتي ناتيلي، مرحبا أو تشرفنا، أورفوار. هنا بقى أول سؤال، روز بيريزونت بتقدم صديقة من الفصل، بقينا مين دو لوسي، صديقة من المدرسة السنة. فريدة فريدة عندها طبعا، بالنسبة لفريدة قالت زي، فين كلمة زي بقى؟ عندها 16 سنة زي، يبقى سيزون 16 سنة، كوم موا، شايفين كلمة كوم موا مثلي اهي. فريدة ايه فاطمة سون، فريدة وفاطمة ايه هم؟ طبعا دول جيران في الحي، يبقى دو فوازين جيران، دي فوازين جيران. اوني كوت، احنا بنسمع لو ديالوج، الحوار، بنسمع الحوار ده فين بقى؟ طبعا او كلوب، لان مكتوبه فوق خالص اهي، دون اي لو كلوب مكتوبه فوق في اول بتاعي، يبقى او كلوب. القطعه الثانيه، سالي جابا موا سافا سوبر بيان، يعني انا بخير. اوليسي في المدرسه، انا عندي ثلاث صديقات من الفصل، جولي وزوي وماتيلد. جولي ده اهي سي تو سي ما كوبين دو تنس، دي صديقتي في التنس كمان، او كلوب في النادي. ما فوازين دو كارتيير، جارتي في الحي سي زوي. ومي ماتيلد سي ما كوبين دو باسكت، دي صديقتي في الباسكت. جيجو، انا بلعب كمان فولي، كرة طايرة يعني. نو زافو، نو زافو، احنا عندنا 16 سنة. نو زابيتو توس انات، احنا بنسكن كلنا في نات، مدينة نات الفرنسية. اتوا وانتي سافا طبي اباري، كيف حال حياتك في باريس؟ ميلو هو ميلو اللي كتبت الموضوع ده. تعالوا على طول نروح لماتيلد جو، بتلعب طبعا، دي صديقة في الباسكت فبتلعب باسكت. لا كوبين دو تينيس سي، الصديقة بتاعت التنس بتكون جولي. جولي، طيب بعد كده عندنا السؤال اللي بعده، ميلو طبعا سيزون، كلهم عندهم 16 سنة. طيب جابا ابيت اباري، تسكن في باريس، لان قالت لها وانت عامله ايه في باريس يعني. ماتيو بيكلم منير فبيقول له سالي سافا، سالي سافا. جو مابيل ماتيو سيمون، جو سويز إليف أو ليسي لوي ناف، أنا في طالب في مدرسة ثانوي لويس التاسع، مارسي في مارسيليا. جي دي ساتون، عندي 17 سنة، جيم لو نوار لو بلون، يعني أنا بحب الأسمر والأبيض. جي دي تيست لو بلو، أنا بكره الأزرق، لو ماغون والبني. جو باغ لو فرونسي، أنا بتحدث الفرنسية إي أونجلي والإنجليزية. أوليسي في المدرسة ثانوي، جان كوبان، عندي صديق، إلسابيل ليا. إلى سيزون، عنده 16 سنة، إي سي ماريي، وها هي ماريي. إن كوبين دو باسكت، صديقة من الباسكت. جو تي بريزونت أوسي إيتان، أنا بقدم لك كمان إيتان، إيتان أن فوازان دو كارتيير، جار من الحي. طيب ماتيو إيم، ماتيو طبعا، ماتيو اللي كاتب الخطاب عندنا، ها؟ فهو بيحب إيه؟ بيحب الأسمر والإيه والأبيض، فإحنا هناخد الأبيض. داكو. طيب ليان، ليان عندها، ليان طبعا عندها 16 سنه، سيزون. ماتيو ايتان، دول جيران طبعا من الحي، يبقى دي فوازا. دون نوميل ماتيو سي بريزونت، بيقدم نفسه، بريزون سي كوبان، وبيقدم اصدقاء،
يبقى سيب غيزونت، قدم نفسه قدم اصدقائه بعض، يعني ادانا فكره عن ايه، عن اصدقائه عاملين ايه وشكلهم ايه وهكذا. دون لو كلوب دو جودو، في نادي جودو ما غي، بتقول سالي لولا، اهلا لولا سافا، لولا قالت لا سافا سوبر بيا، وكي سي من هذا؟ فواسي ليوني، ها هي ليوني ان كوبين، صديقه من الباسكت، قالت لا لا دي صديقه من الجودو، الو جارسون، الولد هو مين بقى الولد ده؟ قالت لا ده جار من الحي، السابيل فينسون، اسمه فينسون، انشونتي، مرحبا او تشرفنا، بونجور دي، ميرسي او روفوار، كلهم قالوا مع بعض. ماريا اي ليوني دي صديقة من الجودو، طبعا اصدقاء من الجودو. طيب بنسمع الحوار ده فين؟ في كلوب، في النادي. نسمع الحوار ده في النادي. دون لو ديالوج، في الحوار ماريا قدمت، طبعا هي قدمت صديقتين، اثنين يعني، دو بيرسون، صديق وصديق، جار وصديقة في اثنين. بور ماري فينسون، اي فينسون ده طبعا بالنسبة لها جار، وزان دو ان وزان دو كارتيير، يعني جار من الايه، من الحي. طيب في الجملة اللي بعدها او في القطعة اللي بعدها، ودي خاصة بطلبة الازهر، بيبقى فيها اسئلة صح وغلط وفي اختياري على قطعة واحدة بس. سالي ليفيا او كلوب دو باسكيت، في نادي الباسكت، جان سيبر كوبين، ان سيبر كوبين ايطاليان، عندي صديقة على النت إيطالية، السابيل إيلينا، اسمها إيلينا، إي سي روبر أن كوبان دو تنس، وده روبر ده صديق من التنس، وسي إلسا، وها هي إلسا، سيتين فوازين دو كارتيير، إنها جارة من الحي، إي وسي مي فوازي، أنا بقى اسمي شارلي بيير، جي سيزون، عندي 16 سنة، بريزونت توا، قدمي نفسك وتكلمي عن أصدقائك. طيب هنا إيلينا دي طبعا إيطالية، داكوغ، إيطالية، إيلينا إيطالية، جبسيان ولا فرونسيز ولا إيطاليان، خدنا إيطالية. دون لوتيكيست، في القطعة شارلي بريزونت، بتقدم لنا بقى، بتقدم لنا إن سيبر كوبين ولا تروا كوبا، رواكو فيهم روبير، يبقى هم ثلاثة. طيب إلينا شارلي سون سيبر كوبين، صديقتين من على النت طبعا. روبير جو أو تنس، روبير بيلعب تنس، دي صديق صحيح. إلسا إي روبير سون دو فوازان دو كارتيير، دي جملة غلط. شارلي أسيزون، دي جملة صحيح. تعال بقى نقوله مع بعض. تي بريزونت، انا مين؟ انت بتقدم صديق من المدرسه. كاسكو تي دي، ماذا انت تقول؟ فبتقول سي مون امي دو روسي، مظبوطه، سي تان كاميرا دو كلاس، ده صديق من الايه، من الفصل. يبقى انا احدد بالظبط انا عايز ايه وادور في اجاباتي ولا الاجابه الصحيحه. تي دي مون تون امي، انت بتسال صديقك دي، دونت فير، يحدد هويه شخص، هتقول له ايه؟ اهي اهي كياس، وطبعا كومو سابلتون امي، ما اسم صديقة، ده لتحديد الهوية برضو عندنا. تي اي دونت في، انت بتحدد هوية شخص، فبتقول سيتان كوبان دو كلاس، ده صديق من الايه، من الفصل. او تقول سي مون فرير، انه اخي، لتحديد الهوية، يعني انا بصفه بحاجة معينة مميز بيها. تي تنفورم، انت بتستعلم عن الحالة الصحية بتاعت صديقك، فبتقول كومو سابا او سافا، كومون سافا او سافا. طبعا هنا انا بختار اثنين من الاجابات اللي قدام. طبعا قريت الجمل دي كويس وبدات تشتغل عليها جيد، هتلاقي انت بسرعه بتختار الاجابه صحيحه. تونا مي، صديقك بيسالك كومون سافا، كيف حالك، فهترد عليه كوم سي كوم سا، او هتقول له تري بيا ميرسي، لتستاذن، بروندر كونجي، تستاذن، او روفوار او ابليس. تي بريزونتين كومين، انت بتقدم صديقة في النادي، ها من النادي لوالدتك، فبتقول لها ايه؟ سي ماري ان كومين دو جودو، ماشي، سي سارة، لا، سي توم، لا، سي بريجيت، انها بريجيت اصلها صديقة، لابد تكون مؤنث. انت بتحيي جارك، فبتقول له سالي سافا، او بتقول له بونجورني، يوم سعيد. طيب تي دي موندا تون بروفيسور، انت بتسال مدرسك عن اخباره، فبتقول له كومون تاليفو، كيف حال حضرتك، او سافا ميسيو، كيف حال حضرتك يا فندم.
تون امي صديقك بيسألك عن أخبارك فبتقول له سافا بيا أو بتقول له بابيا، ليست على ما يرام. بور ديموندي لإيدونتيتي دي إن بيرسون، للسؤال عن هوية شخص، فطبعا بقول سيكي أو كيس. تي ديموندا تون امي، أنت بتسأل صديقك لاج دو سون فوازان، عن عمر جاره، فبتقول له كيلاجي لا، مع عمره. أو تقول له توم فوازان أكيلاج، جارك عمره إيه. تي بريزونت توم فوازان، أنت بتقدم جارك، كاسكي تي دي، ماذا أنت تقول؟ فبتقول سي توم، إنه توم ده جار صديق من الحي، أو سي فواسي ألان مون فوازان، هو ألان جار. شوف تنوع الجمل دي حلو جدا، وحاول ان انت تقرا الجمل دي مره واثنين على اساس ان انت تبقى قادر على الترجمه الصحيحه باذن الله. تي تي بريزونت تون كاميراد دو كلاس، انت بتقدم نفسك لصديقك في الفصل، تقول موا سي فينسون، او تقول جي مابيل تيو، انا اسمي تيو. صفحه 73 عندنا هنا رقم 15 بتقول تي دي موندا تون كاميراد سون ادريس، بتسال صديقك عن عنوانه، ماذا انت تقول؟ او ابيتي او كليتون ادريس، مع عنوان. بور دي موندي ان بيرسون، للسؤال شخص عن عمره، فبقول له كليتون اج، مع عمرك. جي سيزون اتوان، عندي 16 سنه وانت. تي مالاد، انت مريض، فبتقول بوف باتري بيان، او بتقول طبعا سافا مال. كلمة مالاد دي معناها مريض. تون امي صديقك تي ديوموند بيسألك عن رياضتك المفضلة، ماذا أنت تقول؟ بتقول له جو بريفير جي جو باسكيت، أو جو أم لو تينيس. تي ديوموند تون امي، أنت بتسأل صديقك كي سي، ماذا هو يقول؟ فبيقول طبعا سي مون سي تان فوازان دو كارتيير، أو سي مون بروفيسور. لابد يجاوب بعاقل. أيوه. تون امي صديقك تي ديموند بيسألك عن رياضتك المفضلة، كاسكو إيل دي، ماذا هو يقول؟ كال سبور بريفيرتي، أو جيم لو فوت إتوا. المواقف دي هختار واحد بس، هم أربعة. تي باغل، أنت تتحدث عن رياضتك المفضلة، فبتقول طبعا جيم لو فوت، أنا بحب كرة القدم. أنت بتستعلم عن اسم شخص، فبتقول طبعا كومون تي تابيل، ما اسمك. تون امي صديقك بيسألك عن عمرك، ماذا هو يقول؟ هيقولك ما عمرك، تيا كيلاج، مع عمرك. تون امي صديقك، لا تي ديموند تون امي، انت بتسأل صديقك عن عمر اخوه، فهو بيقولك الى 17 ans، وعنده 17 سنة. طبعا الجمل كلها سهله وبسيطه، طالما انا ذاكرت الحلقه اللي فاتت او الجزء اللي فات في الكتاب عندنا. تي ني فابا بيان، انت لست على ما يرام، فبتقول بوف باتري بيان. تون امي تي ديموند، صديقك بيسالك عن حالتك الصحيه، فانت بتقول له باتري بيان، ليست على ما يرام. تي ديموند تون امي، انت بتسال صديقك ان يحدد هويه شخص طبعا، فماذا تقول له؟ بتقول له كي اس. في رقم 8 طبعا تي بريزونت ان بيرسون، بتقدم شخص، كاسكو تي دي، ماذا انت تقول؟ فبتقول سي بيير ان امي دو ليسي، صديق من المدرسه الثانوي. تي ديموند تون امي، انت بتسال صديقك سون ايتا دو سونتي، عن حالته الصحيه، فماذا انت تقول؟ كومون سافا. شايفين التكرار في الاسئله مفيد جدا، بيأكد لي الجملة ماشية ازاي. تي بريزونت ان كوبين دو كارتيير، انت بتقدم صديقتك الحي، فبتقول سي فواسي ندى، ها هي ندى ان فوازين، عشان الجار. تي بريزونت تو اتا كوبين دو كلاس، انت بتقدم نفسك لصديقتك في الفصل، فبتقول جي مابيليو، لان انا بقدم نفسي في الحالة دي. تون امي صديقك تي بريزونت بيقدم نفس بيقدم ليك جاره، فانت بتقول له انشانتي. بعد كده بقى مواقف الازهر، او اللي هي ثلاثه بس هختار واحد. تسال صديقك ان يحدد هويه شخص، بقول له كي سي. انت بتحدد هويه شخص لوالديك، فبتقول سي الا انا ميدو لوسي، انه الان صديق المدرسه، لان الاثنين اللي بعد كده دول اشياء وليست اشخاص. تي دي موندا تون امي، انت بتسال صديقك عن عمره، ماذا هو يقول؟ هيقول جي طبعا هيجاوب انا،
ماشي، اما صديقي هو اللي هيجاوب، هو اللي هيقول، يقول انا جي دي ساتون بور دي موندي اتون امي. انت بتسال صديقك عن عنوانه، فهو ماذا انت تقول، اين تسكن، عشان تحيي مدرسك في الصباح فبتقول له بونجو مسيو، صباح الخير يا فندم. اتون امي صديقك تي دي موندي تي نوفال، يعني صديقك بيسالك عن اخبارك، فماذا هو يقول، فبيقول لك كومون سافا. شايفين كلمه اخبار بقى وكلمه ايتا دو سونتي اللي احنا خدناها قبل كده، عشان ايه دايما نبقوا متابعين مع بعض كويس. في الجملة اللي بعدها طبعا انت بتسأل صديقك كومون سافا، فهو هيقول لك طبعا كوم سي كوم سا، نص نص كده. تون امي تي دي موند، صديقك بيسألك عن العمر، عمر جارك، فماذا هو يقول، بيقول كيلا جاتي، ما عمر جارك، كيلا جاتون فوازا، ما عمر جارك. انت بتقدم صديقين لوالدك، فطبعا هاخد الاخيره سي توم ليو دي كوبا دي جودو. هنا طبعا المذكر والمؤنث عندنا، طبعا هختار على حسب الاسم اللي بعد نقط الاف. هنا طبعا مذكر عشان علي، يكون طبعا هي مؤنث اساسا مدرسه، دي طبعا جام عشان هنا قطط، وبعدين انكوبا، بعدين دي طبعا جمع، بعدين عندنا دي سوبر كوبان برضو جمع سوبر كوبا. ان كاميرات هنا كاميرات مؤنث عشان ماريو. هنا في المثال اللي بعده بيقول لي اعمل كده، انا مدي لك اسماء، حدد بقى إلسابيل، عشان هنا في بيير، بيير مذكر، ماريون مؤنث، فاحنا نقول لهم يوسف. انا ده اسم بنت هي تسمى، واكتب اسمها طبعا. فرانسواز وزوي دول بنات الاثنين، يبقى إلسابيل. ماريون دي بنت، يبقى إلسابيل واكتب اسمها. مارك ده ولد، إلسابيل هو يسمى، واكتب اسمه. جانو بيير إلسابيل، واكتب اسمي. ماشي داكو. طيب في الجمله اللي بعدها قال لي حدي لك الاسم، تكتب قبله فواسي، وبعد كده في الجزء اللي بعد كده تحط قبله سي او سي سون، سي للمفرد طبعا وسي سون للجمع. ماشي، ده بالنسبه للجمله اللي عندنا. طيب هنبص كده مثلا، فواسي مسيو جوليان، ها هو جوليان، سي تام بروفيسور دو مات. ليو وجان، هقول فواسي ليو وجان، واقول سي سون، سي سون دي كاميرا. هنا ساره، ها هقول فواسي ساره سي تن، واكتب بقى امي دو لسي، مدرسه سنه، وهكذا بقى في المثال اللي قدامنا. انا هكتب فواسي واكتب بعدها سي لو انا بتكلم عن مفرد، وسي سون لو بتكلم عن جامع، وبحط بعدهم طبعا اداه النكره الايه المناسبه. تعالوا بقى بالنسبه للاختياري عندنا سي تان تابلا. طبعا كلمه تابلا هختار لها مارو على طول، لان ما بلاقي مارو وسوبر واورانج الثلاث صفات دول هختارهم على طول. ماشي، ما دورتش انا على اي حاجه. طبعا تابل مؤنث، ما فيش مؤنث هنا في الجمل اللي قدامنا، يا جمع يا مذكر. طيب مكتوب بعد كده سي جولي، انها جولي ان طبعا، عشان انا بتكلم عن جولي ودي بنت. منى ونادى، منى ونادى بيعادلوا هن، يبقى هياخدوا التصريف سون. سي قالوا سيتين كوبين، يبقى سيكي، لان انا بسال عن عاقل. اللي بعدها فواسي كارول ان فوازين، كارول طبعا ده اسم بنت، فهقول ان اي فوازين. سؤال عن العمر، طبعا مذكر كلمه عمر، يبقى كال تي لا تلفزيون مجموعه اولى، يبقى في اخرها او اس اهي مع تي. لي دو جارسون الولدين، سابيل اخرها او ان تي، لان الولدين هنا بيعادلوا الى بيك اس، يبقى هياخدوا فعل في اخر او ان تي. اللي بعدها ان كوبين، يبقى سي سيتين كوبين. اللي بعدها فو، طبعا فو فو زابلي كومون، سؤال عن الاسم بايه، بكومون. في الجمله اللي بعدها سافا تري بيان، يعني الامور على ما يرام، ايفو وحضرتك يا مدام، هنا بقى في احترام اهو. سي وبعدين كولير، كولير لون دي كلمه مؤنث. علي اموا، علي وانا طبعا اي اسم زائد ما بيصوت ضمير. نو جيم بكو، انا احب كثيرا. كل الالوان لو ذكرت كاسماء وجت النقط قبلها يبقى مذكر تاخد له. المثال اللي بعده سي علي فريد دي كوبا ايجيبسيان، طبعا علي وفريد دول جمع مذكر، يبقى هاخد كلمه كوبا. مدام جي فو بريزونت، احنا قلنا جي وفو ضميرين ورا بعض، يبقى اصرف على حسب الاولاني، يبقى هاخد ايه بريزونت. نو لوك وارتر، طبعا هنا نو هاخد نو نو زابلو، احنا اسامينا كذا.
سيسون دي كيه، طبعا كيه دي جمع مذكر، كيه جمع مذكر، فهتاخد فير الاولانيه خضراء. فو طبعا فوزت لي زامي دو بيير، يعني انتم بتكونوا اصدقاء. اللي بعدها سوبر بيان، حسأل طبعا بسافا سافا، هل انت على ما يرام؟ بخير. فواسي لور، ها هي لور ان كاميراد، ان كاميراد دايما نجيب كاميراد واليف والكلمات اللي في اخرها اول، هي تنفع مذكر ومؤنث، بتبان من الاسم بقى. سيتين جون بلانش، دي استيكه بيضة، طبعا هاخد بلانش هنا على اساس كلمه بيضاء، فطبعا عارفين ان كلمه بيضاء هنا قدامنا مؤنث على اساس كلمه ايه؟ بلانش. منى ورامي، منى ورامي دول اتنين مع بعض، يبقى بيعادلوا الى بيك اس، يبقى ياخدوا فعل في اخره او ان تي. فواسي منى، ها هي منى ايه؟ ناديه. منى وناديه يبقوا بنتين، يبقى يعادلوا الى بيك اس، يبقى كوبين صديقتين من الفولي. بيير والتوم برضه بيعدوا الى بيك اس، يبقى صار بقى عندهم 16 سنه. تي تابل، طبعا ابل دي اخرها او اس، فهي على طول، لان مع تي طبعا انا حافظ فيرب سابيلي. تي تابل اهي مكتوبه تحت كمان، تي تابل كومو، انت اسمك ايه؟ مع فيرب سابيلي دايما خد كومو على اساس طبعا انا بسال عن الاسم. اللي بعدها سيسون دي ستيلو، كلمه ستيلو دي جمع وجمع مذكر، يبقى هاخد نوار. الجملة اللي بعدها سي ابوستروف مالهاش الا او اس تي، سي ابوستروف مالهاش الا او اس تي. سي سون منى، إيه علي، دول منى وعلي، منى وعلي دول جمع مذكر لان فيهم مذكر، يبقى دي فوازا، دي فوازا. الا بريزونت لو كوبا، يعني هو بيقدم الاصدقاء بتوع الصديقات بتوع الدرجات، طبعا هنا عشان مفعول مباشر عندنا، مفعول مباشر، فطبعا هاخد بريزونت. فو طبعا لو انتوا واخدين بالكم، فو زافي لو ليفغ دوكسارسيز، يعني انتوا عندكم كتب، معاكم كتب الايه؟ التمارين اكزارسيز. موا طبعا موا على طول تاخد جو، بس اوعى تختار جو دي، اختار جو ابوستروف لان بعدها حرف متحرك. فواسي ناديه ان كوبين دو دي باسكت، يعني صديقة من الباسكت. طبعا سيكي، من هذا؟ لسؤال عن العاقل عندنا. ال نو، اتفقنا ان احنا هنصرف مع ال، مع الضمير الاولاني، يبقى بريزونت. دي كوبان دو تينيس، يبقى سيسون، في سيسون اهي، سيسون دي كوبان دو تينيس. مسيو جو فو بريزونت، طبعا عشان مسيو خدنا فو، بقدم لحضرتك. لي كوبين دو ساره، صديقات ساره ابيت، لان صديقات ساره تعادل الا بيك اس هن. كولير مؤنث، يبقى كال كولير تيام، اي لون تحب. جان موا، جان وانا، اي اسم وانا، يبقى عامله زي ضمير نو، يبقى ناخد افون عندنا نفس العمر. باغي ستانفيل، انها ايه؟ مدينه. هنا دي كوبين دو ليسي، صديقات من المدرسه الثانوي، يبقى سي سون. سافا بيان اي فو مادموازيل، وحضرتك يا انسه، طبعا هنا خدنا فو عشان الاحترام. تو مي بريزونت، هاخد او اس عشان انت بتقدمني الى دانيال، انت تقدمني الى دانيال، طبعا الفعل لابد يكون متصرف صح. تي مي بريزونت. اللي بعدها طبعا عندنا كي سي، كي سي، كي سي، من هذا؟ عشان جهة عاقلة. طيب أبيت بتاخد أو دايما، أين تسكن يا مدام؟ أبيتي فو مدام. طيب اللي في البنات بتعادل ألافيك أس هن، يبقى سون دي زامي دو كلاب، بيكونوا أصدقاء من النادي. سيتين تروس، إنها مقلمة، بلو طبعا زرقاء، على أساس إن كلمة مقلمة مذكر كلمة تروس. طيب جي سيزون، عندي 16 سنه. اي فو مسيو، حضرتك يا فندم. اللي بعدها سيسون طبعا، لان سي يجي بعدها سون، سي ابوستروف يجي بعدها ايه؟ او اس تي. باغي تانفيل، باريس مدينه فرنسيه. ماري طبعا هتبقى فواسي ماري، ها هي ماري، فواسي ماري، ها هي ماري، لان الباقي مش مناسبين لينا، ماري دي اسم بنت. ستان تابل، تابل يعني ترابيزه، زي ما قلنا هتاخد بلانش هنا طبعا على اساس ان هي كلمه مؤنث، فتانيس كلمه بلانش. نو لا، فو هنا هتاخد او زاد، ايوه. الجمله الاخيره طبعا فو زافي، ده هنا فو متصرفه اكتر من تصريف المعنى بقى. انتوا عندكم كراسات؟ ايوه. انتوا بتحبوا الكراسات؟ انتوا بتكونوا كراسات؟ سون طبعا مستبعد.
ما هوش التصريف مع ايه؟ مع فو. واسي مونا، ها هي مونا ان كاميرات مدام جي فو بريزونت. ها شايفين بقى نفس الاختيارات. اليكس وزوي ده اسم اتنين، يبقى ابيض تاخد او ان تي في الاخر. نو ها لو روج يبقى نوزيمو، نحن نسكن ولا نكون ولا نحب. الاحمر طبعا نحب. هنا او فو يبقى او اد فو، اين انتم؟ سيسون طبعا عشان بعدها جمع، سيسون دي فوازان. طب اللي بعدها ميزا مي، ميزا مي هاخد فعل تصريفه مع الى بيك اس، يا او يا سون. طبعا 18 سنه يبقى ده العمر، يبقى اخد افوار عندهم اصدقاء عندهم ايه 18 سنه. سي ندى، انها ندى ان كوبين دو كلاس، صديقه من الفاست، خدنا كوبين عشان ندى مؤنث. ستين راجل، اخد الصفه المؤنث هنا ما فيش، بس في اورانج، اورانج تنفع مذكر ومؤنث، وقلنا لما نلاقي اورانج ومارون او سوبر بختارهم على طول. لا فيسابيل لارا، البنت اسمها لارا. جيملو باسكت، انا بحب الباسكت. اتوا وانت سؤال بقى اهو، بس على هيئه ايه؟ جمله رد. وانت سون بروفيسور، سون بروفيسور، بروفيسور هنا جمع مذكر، وسون يبقى تصريف مع عائله بيك اس. فو طب فوزافي ولا فوزيت؟ يعني دي مستبعده، يبقى فوز افي، معاكم كتب الرياضة. جي دي تيست لا كولير، انا بكره اللون، خد دايما بعدها مؤنث بس هنا مارو، احنا قلنا اما الاقي مارو اورانج بختارهم هي وسوبر. نبيل طبعا هاخد واسي. الجمله اللي بعدها مكتوب ميزامي، يبقى صرف مع عائله بيك اس. اصدقائي عندهم كلب، يبقى عندهم او. جي مي بريزونت، انا اقدم نفسي الى المدرس، هنا عشان حرف الجر او المعنى بقى اقدم نفسي. ماشي. الجملة الأخيرة كاليت هنا أدريس مع عنوان. الجمل دي ترتيب، هقرا الجمل كويس قوي وأشوف الترتيب بتاعها أهو، إحنا عاملينها، حاول إن أنت تراجعها كويس قوي، لو في أي ملحوظة قول لنا عليها. ده تكملة للترتيب عندنا أهو، وطبعا الإيميل موجود، الإجابة بتاعته بالظبط موجودة عندك في الكتاب، فهتستغل انت الموضوع ده كويس قوي. والامتحان رقم، الامتحانين الجايين طبعا واجب علينا، وحابب انزل انا اجابتهم في الحلقه الجايه باذن الله مع الدرس الثالث اللي هنبدا ناخده. مرسي بورفو، اورفار.